بسم الله الرحمن الرحيم. من الأسئلة المشهورة بالنسبة لموضوع الزكاة، زكاة الدين. أنا بجرد آخر السنة فلقيت فلوسي مثلا 100,000 جنيه، وليا ديون عند الناس 20,000 جنيه، فهل أطلع الزكاة على 100,000 جنيه ولا على 120,000 جنيه؟ المسألة دي فيها خلاف بين أهل العلم، والراجح إن الديون تنقسم إلى قسمين، في ديون اسمها ديون مرجوة الأداء وديون غير مرجوة الأداء. يعني في ديون انت عارف بنسبة كبيرة اللي هي هترجع لك تاني، الديون دي بنسميها مرجوة الأداء، هتؤدى إليك، دي بنحسبها من الزكاة. يبقى أنا معايا 100,000 زائد 20,000 اللي بره، يبقى 120، بطلع 2.5%. في ديون بقى بنسميها ديون ميتة أو غير مرجوة الأداء، يغلب على ظنك ان مش هترجع تاني، يبقى دي ما بنحسبهاش، وبنحسب الزكاة على الفلوس اللي معايا دلوقتي، ال100,000 جنيه. طيب ال20,000 جنيه اللي بره اللي هي غير مرجوة الأداء، لو جات لي بعد 3 4 سنين، هل بحسب الزكاة على ال3 4 سنين ولا وقت ما استلمتها؟ لا، بتحسب الزكاة عليها فقط لما تستلمها، يعني لسنة واحدة مش للسنوات السابقة. يبقى ديون الميتة دي لو جات لك بتزكيها سنة واحدة بس مش سنوات سابقة، وبكده يبقى عرفنا القسمين بتوع الدين، ديون مرجوة الأداء دي عليها زكاة، وديون غير مرجوة الأداء دي ليس عليك فيها زكاة إلا عند القبض فتزكى لسنة واحدة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.